أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع درس جديد بعنوان انقسام الخلية وتكاثرها من دروس الصف الثالث الأعدادي الجزء الثاني. أهدافنا لدرس هذا اليوم هي كالتالي: عليك عزيزي الطالب أن توضح أهمية الانقسام المتساوي، أن تتتبع أطوار الانقسام المتساوي وتقارن بين الانقسام المتساوي في الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية. ما الأشياء المشتركة بين الكائنات في الصور التالية؟ طبعاً ستكون هي كالتالي: تتكون أجسامنا من بلايين الخلايا، فإن الكائن الحي الإنسان والنبات والحيوان يشتركون جميعهم بأنهم كائنات عديدة الخلايا. تبدأ أجسام هذه المخلوقات بخلية واحدة، ثم تنقسم إلى خليتان، ثم أربع، ثم ثمان خلايا، وهكذا. أي أن خلية هذا المخلوق أو الكائن الحي سواء كان نبات أو إنسان أو حيوان، أثناء عملية الانقسام ستنقسم في الانقسام الأول إلى خليتان، وأيضا في الانقسام الذي يليه ستنقسم الخلية أيضا إلى خليتان أخريتان، لكي يتكون لدينا أربع خلايا، وهكذا. وبالتالي سيكون الهدف من الانقسام الخلوي هو النمو وتعويض التالف من الخلايا. هل تعلم عزيزي الطالب أن الانقسام الخلوي يستمر حتى بعد أن يتوقف النمو؟ فهو يعوض الخلايا التالفة. فعلى سبيل المثال، خلال اللحظات التي تستغرقها مثلاً لقراءة هذه الجملة، ينتج نخاعك العظم 6 ملايين خلية دم، أي إن الخلايا قابلة للانقسام والتجدد. نلاحظ هنا من خلال هذه الصورة شكل إلى الكائن الحي وهو الأميبا. فالأميبا مخلوق حي وحيد الخلية، طريقة التكاثر به تكون بالانقسام، حيث أن هذا الكائن عندما يصل إلى حجم معين سوف ينقسم، فخلية الأميبا الواحدة قادرة على إعطاء خليتان متماثلتان للخلية الأم للأميبا. من خلال ما سبق تعلمه، نلاحظ الفرق بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية فيما يلي، حيث أن الخلية النباتية والخلية الحيوانية تتفق في وجود غشاء خلوي ميتوكوندريا نواة، كما نلاحظ النواة هنا، الرايبوسوم والسيتوبلازم، في حين أن الخليتان يختلفان من خلال وجود جدار للخلية، فالخلية النباتية تحتوي على جدار، بينما الخلية الحيوانية لا تحتوي على جدار. وجود فجوة عصارية في الخلية النباتية ووجود البلاستيدات الخضراء، حيث ذكرنا مما سبق بأن النباتات ذاتية التغذية، وذلك لاحتوائها على البلاستيدات الخضراء. سنتكلم الآن عن مفهوم دورة الخلية. دورة الخلية يقصد بها كالتالي: المراحل أو الأطوار المتتابعة التي تمر بها الخلية منذ بدء الانقسام الخلوي حتى الانقسام الآخر. فنلاحظ هنا من خلال الرسم بأن الخلية تمر بثلاثة مراحل: المرحلة الأولى هي الطور البيني، المرحلة الثانية وهي حدوث الانقسام المتساوي، والمرحلة الثالثة هي انقسام السيتوبلازم. ولو نلاحظ هنا أن الطور البيني تتم به كل تلك الأمور: أولاً
تنمو الخلية وتنشط وتتضاعف العضيات، ومن ثم ينسخ الدي إن إيه وتتضاعف الكروموسومات، ثم تتهيأ الخلية وذلك لكي تدخل مرحلة جديدة وهي حدوث الانقسام المتساوي والذي سنتكلم عن مراحله لاحقا. إذن دورة الخلية هي المراحل والأطوار المتتابعة التي تمر بها الخلية منذ بدء الانقسام الخلوي حتى الانقسام الآخر. زمن دورة الخلية هو الزمن الذي تستغرقه الخلية في دورتها التي قمنا بشرحها سابقا. يبين الجدول التالي زمن دورة الخلية لكائنات مختلفة. فنبات الفول له زمن لدورة الخلية 19 ساعة، أجنة الحيوانات 20 دقيقة، خلايا جسم الإنسان 16 ساعة. عزيزي الطالب، يجب عليك أن تلاحظ شيئا مهم، وهو أن الخلايا التي يحتاج إليها الإنسان للنمو وتعويض الخلايا التالفة ومنها خلايا الجلد والعظام تعيد دورة حياتها باستمرار. الطور البيضي يشكل معظم زمن دورة الخلية الحقيقية النواة وتستغرقه في النمو. فنلاحظ هنا خلال هذا الرسم، نلاحظ بأن معظم الوقت يستغرق في دورة الخلية في هذا الطور. لاحظوا معي هنا في هذا الطور، هذا كله يستغرق في الطور البيني، فيشكل الطور البيني معظم زمن دورة الخلية. أما الخلايا التي لا تنقسم ومنها الخلايا العصبية والخلايا العضلية فتبقى دائما في هذا الطور، أي إن هذه الخلايا لا تنتقل إلى ما يسمى بالانقسام المتساوي أو انقسام السيتوبلازم، فهي خلايا لا تتجدد. أما الخلايا النشطة ومنها خلايا الجلد فتنسخ المادة الوراثية لتقوم بوظائف الحياة، لأن الجلد مثل ما ذكرنا سابقا يتجدد أي ينقسم فيمر بكل تلك المراحل التي ذكرناها سابقا. أنواع الانقسام هو كالتالي: أولاً لدينا الانقسام المتساوي أو ما يطلق عليه بالانقسام الميتوزي. فالانقسام المتساوي يحدث في الخلايا الجسمية، خلايا أجسامنا، فيحدث في الجلد والعظام، هي الخلايا التي تمر بالانقسام المتساوي. وهناك نوع آخر من الانقسام وهو الانقسام المنصف أو بمفهوم آخر الميوزي. يحدث هذا الانقسام في الخلايا التناسلية، لاحظوا مع الفرق، المتساوي في الخلايا الجسمية، أما الانقسام المنصف فيحدث في الخلايا التناسلية. الخلايا التناسلية هي كالمبيض والخصية والمتك. فالمبيض عند المرأة حيث ينتج لنا البويضات، والانقسام المنصف يحدث في الخلايا التناسلية عند الذكر في الخصية اللي ينتج لنا الحيوانات المنوية. في المتك في العضو، طبعا المتك يعتبر عضو التذكير في الزهرة، ينتج لنا حبوب اللقاح.
فالانقسام المنصف يحدث في الخلايا التناسلية في المبيض والخصية والمتك، وهذه الخلايا تنتج لنا هذه الأمشاج الجنسية. ترى ما المكون الخلوي الذي يؤدي دورا مهما في عملية انقسام النواة؟ كما نلاحظ من خلال الصورة هو الكروموسوم، هو المكون الخلوي الأساسي الذي يلعب دورا كبيرا في عملية انقسام النواة، حيث أن الكروموسوم هو تركيب يوجد داخل نواة الخلية ويحتوي على المادة الوراثية الـ DNA. لاحظوا معي هنا تركيب الكروموسوم. الكروموسوم ها هو شكله، عبارة عن خيط يوجد بداخله كما نلاحظ هنا الـ DNA، والـ DNA طبعا هي التي تحمل الصفات الوراثية للكائن الحي. ويوجد بوسط هذا الكروموسوم ما يسمى بالسنترومير. طبعا قبل انقسام الخلية نلاحظ أن الكروموسوم هنا يكون غير متضاعف، أي يشكل خيطا واحدا. أما عندما تقوم الخلية بالانقسام فالكروموسوم سيكون هنا متضاعف، أي أن الـ DNA ينسخ نفسه ليشكل لنا مادتان وراثيتان. في الكروموسوم المتضاعف كل خيط يمثل كروماتيد، يسمى كروماتيد، أي في هذه الصورة كروماتيدان. سنلقي الضوء اليوم عن الانقسام المتساوي. ترى ما هو الانقسام المتساوي؟ الانقسام المتساوي هو عملية انقسام النواة إلى نواتين متماثلتين تشبه النواة الأصلية للخلية الأم الأصلية. فالانقسام المتساوي هنا يتضمن أطوار كما هو معروض أمامكم. أول طور هو الطور البيني كما نلاحظ في هذه الصورة، الطور الثاني هو الطور التمهيدي، الطور الثالث هو الطور الاستوائي، الطور الرابع هو الطور الانفصالي، ومن ثم الطور النهائي. سنشرح الآن الأطوار بالتفصيل. في الطور البيني نلاحظ خلال هذا الطور ستتم عملية تضاعف للكروموسومات في هذا الطور في داخل النواة كما نلاحظ في هذه الصورة. لاحظوا معي هنا الكروموسومات هنا تتضاعف. في الطور التمهيدي تظهر أزواج الكروماتيدات بوضوح كما نلاحظ هنا، زوج الكروماتيدات بدا لنا هنا واضحا نستطيع أن نرى. تتلاشى النوية والغشاء النووي، نلاحظ هنا النواة بدأ الغشاء النووي بالتلاشي. يبدأ زوجان من تراكيب صغيرة تسمى المريكزات، المريكزات، في التحرك إلى قطبي الخلية. تأخذ الخيوط المغزلية، يوجد تركيب جديد في الخلية يظهر هنا في التشكيل، يبدأ هنا خيوط مغزلية تبدأ في التشكيل. في الطور الاستوائي تصطف أزواج الكروماتيدات في منتصف الخلية، لاحظوا معي هنا أزواج الكروماتيدات تبتدأ تصطف في وسط ومنتصف الخلية،
وتتصل بزوج من الخيوط المغزلية في السنترومير. لاحظوا هنا منطقة السنترومير هنا في الوسط تبتدأ ترتبط مع الخيوط المغزلية هنا. أما بالنسبة إلى الطور الانفصالي فسيحدث ما يلي: ينقسم السنترومير كما نلاحظ هنا، بدأ السنترومير بالانقسام، تنكمش الخيوط المغزلية. نلاحظ هنا أن الخيوط المغزلية تبتدأ الآن تنكمش، تنشد معها الكروماتيدات كما نلاحظ، انشدت الكروماتيدات مع الخيوط المغزلية مما يؤدي إلى انفصال بعضها كما نلاحظ في الصورة. تسمى الكروماتيدات هنا بكروموسومات، لأن الآن كما نلاحظ هنا في الشكل انفصلت الكروماتيدتان لتظل لنا خيط واحد يطلق عليه كروموسوم. أما الطور النهائي فتختفي خيوط المغزل، لا نلاحظ هنا وجود أي وجود لخيوط المغزل، وتبتدأ الكروموسومات في التفكك. كل نواة هنا تحتوي على عدد من الكروموسومات، تتكون لنا نواتان جديدتان كما نلاحظ، نواة واحد وهنا نواة اثنان، نواتان جديدتان. يبدأ السيتوبلازم بماذا؟ بالانفصال. يبدأ السيتوبلازم بالانفصال في نهاية الانقسام كما تلاحظون في الشكل. نهاية الانقسام المتساوي سنحصل على خليتان جديدتان من الخلية الأم الأساسية، تدخلان مرة أخرى في طور بيني ويبدأ لنا انقسام آخر جديد متساوي وهكذا كما نلاحظ في الشكل هنا. ترى ما الفرق بين الانقسام الخلوي في الخلية النباتية وفي الخلية الحيوانية؟ كما نلاحظ هنا الشكل الأول يمثل لنا الخلية الحيوانية، أما الشكل الثاني فيمثل لنا الخلية النباتية. طبعا هناك فرق بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية في وجود الجدار الخلوي في الخلية النباتية، بينما الخلية الحيوانية يوجد بها فقط غشاء كما نلاحظ هنا بلازمي. فيا ترى ما الفرق في الانقسام بين الخليتان؟ طبعا في الخلية الحيوانية يتخصر فقط الغشاء البلازمي أثناء عملية ماذا؟ أثناء عملية الانقسام، ولكن في الخلية النباتية يبدأ انقسام السيتوبلازم بظهور صفائح خلوية وهي التي تكون الغشاء البلازم الجديد. لاحظوا معي هذه الصفائح المتكونة، والذي يفرز جزيئات تترسب خارجه لتكون لنا الجدار الخلوي كما نلاحظ هنا، جدار خلوي جديد. ها هو الفرق بين الانقسام الخلوي في الخلية النباتية وفي الخلية الحيوانية. نتائج عملية الانقسام أعزائي الطلبة هي كالتالي: أولاً ينتج عن الانقسام المتساوي انقسام إلى النواة. لاحظوا معي هنا انقسام في النواة، تنتج لنا نواتان جديدتان. النواتان الجديدتان الناتجتان عن الانقسام المتساوي
تشابهان الخلية الأصلية في عدد الكروموسومات. فمثلاً لو كانت هذه الخلية هي خلية ذبابة، طبعاً الذبابة لابد أن نعرف معلومة بأنها تحتوي على 8 كروموسومات في خليتها، في نواة الخلية. فعندما تنقسم هذه الخلية إلى خليتان، كل خلية من تلك الخليتان سوف تحتوي على 8 كروموسومات. كل خلية ستحتوي على 8 كروموسومات مماثلة لعدد الكروموسومات في الخلية الأم. لو اعتبرنا أيضا أن هذه الخلية طبعا قبل الانقسام هي خلية في الكائن الحي، فنحن نعرف أن الإنسان يحتوي على عدد من الكروموسومات، عدد الكروموسومات في الكائن الحي 46 كروموسوم، وطبعا موضح لنا هنا أعداد الكروموسومات في الكائن الحي. فإن الخلايا الناتجة عن الانقسام أيضا كل خلية ستحتوي على 46 كروموسوم. إذن الخلايا الناتجة ستحتوي على نفس العدد للخلية الأساسية التي انقسمت عنها. كذلك تختفي الخلية الأصلية وتنتج لنا خليتان جديدتان. أعزائي الطلبة، شكرا على حسن استماعكم، ألقاكم في درس آخر جديد، مع السلامة.